انه في معرض الكتاب امبارح تم افتتاح فعاليات البرنامج الثقافي للنرويج ضيف شرف الدورة 55. وقالت أميرة النرويج أن معرض القاهرة هو أعرق معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وأنه ترجمة الكتب من اللغة النرويجية إلى اللغة العربية واسعة الانتشار هو فرصة كبيرة لعرض الثقافة النرويجية وخلق جسور للحوار والثقافة. And many contributions to the arts and science speaking world. And it is a great privilege for Norway. Oh, absolutely. I think بالنسبة للعلاقات المصرية النرويجية، نحن نتمتع بعلاقات طيبة بين البلدين، وبالطبع مملكة النرويج ممتنة جدا لاختيارها كضيف شرف لهذه النسخة من معرض الكتاب. كما لاحظت وكما رأيت أن هذا هو حدث كبير، يشعر المصريين بالفخر لوجود مثل هذه الفعالية في بلادهم. إذن هذه هي نبذة عن العلاقات الطيبة بين مصر والنرويج.